مما كان ذلك الثاني في أسطاع وأهراقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس شيء ما كده من الفاعل فعل مضارع، وأنا بس ما قلت كما سلم لي فعل فعل مضارع، قال هات ماضي قش وعلى حرفي بو وعنية أو حرف مضارع كش يكين مضمومة بعد دوام وعنية وما قبل آخرش مكسورة وعنية أيت بوشي نعكرو بوشي وانا كرا وأول اللي بنعكش شباب أم جاري شيء نسر باسي شيء باسي وشيء أسطاع وأحراقه لا أسطاع وأحراقه شيء روي دعوة وي أسطاع وانية أستطيع أطاع أبوا بابي تيا بابي فعالة وانية أشي لكراوة سين الزاكراوة أهراقة أستطيع أراقية وانية شكرا ولا هيك ذاكرة وتأهراق إيه إيه كذا يوم حرف ذاكرة ولا سر لبابي يفعل شو بابي يفعل شو على فيده كذي أصطاع شنا يا وانية أراقة أطاعة بيه كذي وتا أصطاع وأراقة أنا مش عارف شيء بعمر صار على ولما كان الزائد الثاني في أصطاع وأهراقة خلاف القياسي خلاف قياسي وحذف همزة خصما بمقتضى مقتضى الإعلال كان رباعيين والآخر خماسيين خماسيا والأخير خماسيا والأخير خماسيا تقديرا عليه إما أطبان بناء فاعل ما كان حرف المضارعة من مضموما مفتوحا إلا ما كان ماضي على أربعة حروف كاش هو حفي ما بس كده إخوين ده فعل هي وانية بينش حرفية على شيء أسا أسطاع وانية يستطيع وده كان بيت نا يستطيع وكان بينش بيت وانية وانية بلاكم أهراق يهرق إيش بينش إتو بس بينش حرفية نك اللي هاتي تاش هو حرفية هاتي إيه قاعد في فلك عن بينش حرفية بون وانية بلاكم وانية ايو شي ليكن على بابا يعني لكاتك كزايد دو هم لإس لأسطاع وهراقا زايد دو هم كامتاني سينك لك الله هاكا زايد يكمي هم زكية وانية كهم زي بابي شيا بابي أكرمي لكاتك كهم زيد سحرفي دو هم كسينك وهاكا لأسطاع وهراقا خلاف قياس بو وانية بيش وانية قياسة كل بابي فعلا إما خلنا دمانا لما زيد فيه يحل في تعزاكن وعني أي شيء تعزاكن يهم زي كي مفتوحة أكو أكرمه يكرمه وعني ده باش بولا لا أصطاع وهرقة لم دون مني إذا هم زي الزاكرة وا زايدا شيء زاكرة وا زايدة ليش كسي كتب هذا شلون هذا بينش فيت وها براكم ديك أبو ما تجيبه خلاف أما خلاف قياسة كأبو خير صاشنة أشوار بيتية وأنا براكم أم جاء حذف كني هم زي خصما إلى خصما أخوي تيا اختصما إلى أصلا اختصما ذلك ما بقي خصما وأنا أبو كو بقي خصما شن بيتي خصما خصما شن إيه إخ مانية إخ تا ص بيش بيتعيش وعنية بلام كي علالي تياكرا شي ديكرا همس دكي روي شنه ما يواني شوار بيتي ما يوان دعوة بابي كان لأصطاعي الزايدي كي دو هم مانه لقى راقي بيش واني قياسة لخصمشا همس دكي حزب كرا دي مقتضري علالي دبدا خدوا دا خوازي علال كدنك كوتما مادام فتحي سكوني دواي همس دكينا ما بإسمان بهم زكنا ما وهم زكنا ما حذف كده كابو كان رباعيني الأصل أصطاع وهراقة الأصل شوابيتين ولا خيرو خاصة ما لا لتقديرها بينش بيتية لا زايرة شوارة لا تقديرها بينشة
وايا كابو اصلا وراقيتها تو بس بينجي من امبران بينجي اصلينيه ولا مبابي هر سوال داني لا خاصة ما هر سوال بيني والله تقديرا بينجا رونا برام سكابو ام لما جوابي شيبو جوابي اقصي في شيبو على طول تنها لباسي في ناسي من الفاعل لباس باسي تهار بعيد كدوا ديك ابو اصلا انا هي تو انا راقيه هو انا بينش بيتين شو بيتين تقول لي لما كان ماضي على اربع حروف اما خلص تحروف شي ديكي على بابا اصلا راقيه شو حرفين شو او سينا وهاي شي خلاف قياس الذاكره وين براكم؟ شافي خويا روح على دقيقه ولا شي ولا ما كان إشارة إلى نقض ضابطة المبني للفاعل في ذي الأربعة بأنه غير مانع لصدقها على مضارع أصطاع وغير جامع لعدم صدقها على مضارع خصما ويلزمه نقض ضابطة نقض ضابطة غير ذي الأربعة بالعكس وإلى جواب النقض بتحرير المراد بذي الأربعة وغيره قوله خلاف القياس عند السيبويه نعم ومر على كوتي ولا ما كان اما اما جيب وشي كم تعريف من فاعلك كذب ومضارع وانيا اما سينبو ام طابع عن نقصيتي ام يا سايك كذب شو كوت ذي باس ذي الاربعه كذب وانيا وانيا كشوا حرفين ذي كابو ماني انا بو او تعريفي شوا حد قبر بس بين حرفي شاك اصطع وهراقي وايا واروا شي شبه جامع اجنبو اختصمش درس ودروا وايا اختصما همس ذيك اللي حذف كلا وايا براكم كابو ايش درسو كابو ديالا في ناسك انه جامعة نمانعة اي جواني دار دقاقة لا اصطاعيا همس سينكو هكا زايدي خلافي قياسة كابو سوالي اصلي لخاصة منشا في انشبيتي تقديري وان سوالي ظاهري اسا وايا قولوا خلاف القياسي خلاف القياسين عند سيبويه ولا سيبويه ولا بابي فعلى سين ها تنزيه ناكري ولا مؤمع على مذهب فرائي بله ايه فرائي من من ان الاصل من ان اصله بله من ان اصله استطاع فحذف تاؤه فحذف تاؤه فحذف تاؤه فمخالف لقياسي فتح الهمزة وجعلها همزة قطع كما مر. كابول لي فرا استطاعني استطاع وانا سير استطاع بابي استفعالة همزة وسين وتابيك وزيادة همزة كذاك إعلالي تاكرا وحصي همزة كراوة حصي فتح كدي همزة كلا لي فرا خلافي قياسا نابا خير انت وانا استطاع يقول أنت إصطاع علي براكم كاو بلا يسيبه هي وانا سينك الزايدة بابي فعالة بلا يخفش فراه ونخي الله يعصك إستطاعي بابي استفعالة وانا براكم تيك حظ كراو أو مخالف في قياسة فالحكي همزة قيد مفتوح كراو أو شيء خلاف في قياسة كابو خلاف في قياسة قيد حظ في تيك وفتحي همزة كاية وانا نزياك نيس حرفة قال اخويا يوسف عال اخويا هذا سوى اوي وكاتك بابي يوسف عال بك يا شيء تانية وسو شو سبابي كترو والله نعم لا الوائدة كدوا رونا قولوا خصما مثل ناترا ومثله ناترا ناترا شرواية سناترا شبيتي ما اوتو سوالي ما اوتو ايه صكي شي بوا ناترا ناترا نبيل شوانة وفينا ترى أصله إن وترى إن وترى إن وترى إيه إيه ليه براكم إسا حالي ولا مقصية إسا أم كشون كش مكوتي والله أم كشون ذي براكم كابا قال لي عن فلسي وشي لا خاصة ما لا مضارع كاي خاصة بفتحي يا مضارع كاي خينا مضموم هناك نال إن خاصة ما يخص موانيا أو لين باب خش واحد فيها خاصة ما شنية أو دي كشي شو واحد فيها باي مضموم باي
اي وين هيك هيك قاعد خلي بالي عم اختصر من الاصل اجا سيم بينش فيتا هو هم زيك بيح زك كابو رباعي اصلي نيا وين مفتوح معكم مضمون هيك اي ولا اصلا راك اجا بينش فيتين واي براكم لو انا شام اصلا شي كلو المضمون هيك اي واش بقول انا مفتوح هناك خوان بينش فيتين واني اصلا راك بينجي واي خندو اصلا يصيحوا أهراق يهريقوا بوقن أصلع يستيع أهراق يهريقوا شوكي أصلا كان شوافي لا كمان شوافيتين لبابي أكرمان وايا أي أصلا كيف لسق سكيف فرابي أصلع يستيعوها راس شوكي سبابي استفعال أي أهراق الشيء راس يبين كبس أي أهراق لسق سكيف فرابي استقصى في الراجي نابع ترى استقصي سيبوه هي وعشى براكم وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا أم جاءت أن بناء فاعل فعل مضارعة حرف مضارعة كاسية كين مفتوحة كين ما غير أوانا نبيك وما أبدا كان مثل شوار فيتا أوانا مضمو وكلين وايا الأوما باسكت على الجابة شي أفزالين أو حرف مضارع مفتوحة ومضمومة إيه بس شيء أفزالين معناها وانية مبني الفاعلة على إني شاني ليه راكم مبني بني أم فعلانة أم شوالة كم شوال يدحرجوا يكرموا يفرحوا يقاتلوا زاني شاني بناء فاعل أم شوال دانا أو هيك حرف مضارع حرف هيك بيش آخرك أنا مكسورة بالدوام بيجي بيش آخرك يعني أجل هو مكسور نبي يعني بناء فاعلة مفعولة أجل مكسور بو يعني بناء فاعلة دحرج يدحري رجو وفرح يفرح أكرم يكرم باشا قاتل يقاتل باشا بلا كم بس يا الناس إنه أنا كم شوار فعلا يعني شوار بابا بناء فاعل أبي حرفي بيش يا أخي يعني بالدوام شي به مكسور به قولنا برام باشا نحو شيم جار وبناء الفاعل كمفتوحة تينو سمت نكيت في الشمال فمن الفاعل مما كان حرف مضارع منه مفتوحا أقول شيء ينصروا ينصراني ينصرون عملنا منيب أو ينصر ينصراني عسى ينصروا فعل مضارع المفرد غايب واني بناء فاعل و لا لا معناها ما قبل آخر مكسور نعبه وأني كيف فتحها مضارعة مفتوحة بس فتحها مضارعة بلقى ما قبل آخر بلقانية لا مضارعة رونا برام ينصروا أو ينصراني أو تسنية كياتي ويفعل كمان تسنية به ينصرون ويكفعل كمان جمع به تنصروا بمخاطبة بمغايب مؤنسة يعني نفر تنصراني دودانك كشكوا ليراني ينصرنا كومولا كشك ليرين ينجم باشا أمانا بنا فعيبون تنصروا بو كسي برامبتا كنيرا تنصراني دو كسي برامبتا تنصرنا كومولا الكوري برامبتا قصاني غلاكي تنصرنا خانمي كجوان دانش برامبتا قصاني غلاكي تنصراني دو خانم تنصرنا كومولا خانم انصروا او خوتي ننصروا اوش ايمي او كوابو حرسوا دصيغك لبنا فعيلة حرف مضاركة شيبت مفتوحة به قول براكم لا أنا أنك حرف مضارعك مفتوحة بك سحر فيك أنا أنت في ذاك بما قبل آخر بقول إن دسك عليك باشا برام وقيس عليه البواقي براكم ببي وبشي بم يعني ينصروا هذه باقي فعلك أنا أنت ضربوا عليك يضربوا يضربان يضربون تضربوا تضربان تضربون نعم يضربنا يضربنا تضربوا تضربان تضربون تضربين تضربان تضربنا اضرب نضرب وانا كنت اكتب عليك شيء بعد رزق وبين هاتي في على ايه وكو اما باشا برام ايه يمكن فهمي مكسورا مخلاق ايه حقيقة وحكما ايه فلا يلد نحو يجيبو بل. يجيب مضارع اجاب لان الكسرة المنقولة في حكم الثابت في محلها إيه. وكذا الكسرة وكذا الكسرة المحذوفة كما في يماد المحذوفة كما في يماد مضارع ماد بل إيه
قال ما قبل أخي كان مكسورة وانيا حد فيش أخي حقيقة ما مكسوري بي بيني يعني حكما مكسور بي صار إيش ديارنا به صار أنا مظلوم به ساوكم مثلا ويك حقا بيني وانيا أكو شيء قاتل يقاتل قاتل يقاتل أكرم يكرم أنا بحقا ديار ديارني ولم أجاب يجيب أجاب يجيبوا يسأل ذاك السكر سي ياكن يسأل جيما كي كما قبل ما قبل أخي ياك ساكنة وانيا أجاب يجيب يجيب نال يجيب نال يجيب كسكر كي هاي جيما كي ذاك هو ما قبل ما قبل مكسور بو وهي بلاكم دائما كان كاك عمل حكما ياك مكسورة شو كسر سيقول سا وعني نقل كنيكو سر في شيء في خوي خوي كسر سيقول سا ناوت لي قبي خوي ملا يقول يجيبو نارحته ولا كسر سريع نارحته نقل كلاوة حرفي بيشتر ولام حكما أن يا هاي مكسورة عارف لهم إيه ولام لا لو كل لو كل مادة سا مادة يمادو ونيا يا يمادو قاتل يقاتلو ويشي يمادو وان شو كي مضاعفة وان يدو حرفي تونيا كان دخم كلاهم أما حكمنا أما حكمنا كعودانيا كمية مكسورة بس هو يدخم كوبة المظلوم يمادو هالي بلا ايه رونا رونا خمانيات زي باش إيه أم جالسين والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما مضموما قبل آخر مفتوحا أبدا أم جابين أسلشي أو فعلك إمام بنائك وادع الرجين كان يفعل شيء كان مرفوعك يعني فعل الذي بني لأن يسند إلى المفعول به أعوك إنه راه مبني للمفعول منه يعني وادع رجل أو كفاعل لك ديار نباوة كيف شوني فاعل داني شيء مفعول لك أوفي عليه كوا دار إجراوة كوا مفعول بين مفعول لك كتنا يفعل بوقي من هو لفعل مضارع كامية ما فعل مضارعك كفيتي مضارعك بالدوام شيء كان مضموم كان وبيش آخر لك شيء بالدوام مفتوح كي علي براكم يعني عكس بولا قبل كيا لبينا فاعل لك لبينا فاعل لك حرف مضارعك مفتوح بو بدل ما قبل لك نعم لا مش هناك انا بس انا لو سؤال انا مكسور ابو لسؤال بابا كنا لغير سؤال بابا يا تهز الحرف المبارك مفتوح باكتفاءات هيدا ما قبل اخي ايش ما بيني يا جاش ابراهيم والله قال لك لها مي انا كبو بنا فاعل بنا مفعول او قادم ما قبل اخي ايش اللي قالوا له رونا اخسك ككلمه ما بنا بحرفك بفعلك مجهول به ابي حرف مبارك بول فتحه وكين بضمه أم جاهد ما قبل آخره جاء قراني كمكسور كأنه فتحة هو كيقول مفتوحة هاي مفتوحة هو شيء كيقول مفتوح نية أحسا كان مثلا ضربة وانية يضربوا ولا يضربوا شو ما قبل آخر شيء مكسور مكسور والله مسألة يسألوا مفتوحة هل رأي يسألوا هذا مكاكين تقول ما قبل مفتوحة قوي علي براكم علي ما يعلموا ولا يعلموا شو ما قبل الأخير قوي سيئا؟ المفتوح المفتوح نصر ينصروا ما قبل الأخير مضمومة بيبكي من ينصروا فعني هو بمفتوح هيك واضح برام؟ يعني لو شناني كما قبل في أشي حرفي في أشي أخير مفتوح نيا أهل مفتوح هيك لما كي قوي مفتوحة يتي في إسناك رونا برام؟ إيه وكو سيئا وكو ينصروا يعني إنه كيف يشو ينصروا أو بوم فردك ينصراني وتسنك ينصرونا تنصروا تنصراني تنصرونا تنصروا تنصراني تنصر تنصراني ينصرنا تنصروا تنصراني تنصرونا تنصرين تنصراني تنصرنا انصروا ننصروا هنا برام إذا تاني باخيت لي شيء تلهي بخد السيد
هنا بلى هنا. جزاكم ومن يتكسر بركت ها يتكسر المضاعفة مضاعفة شيء استغفر الله العظيم كسر بلى ايه ما تكسر طوري بلى تكسر ايه اقل كلمه ما جنش شيء عشان يا اخوي انتو ليتكسر اي تكسر يوتا كسر ايش قاتل يقاتل يقاتل ايه دحرج يدحرجني يعني يدحرج فرح يفرح اكرم يكرم خلينا نقول سنافر ما بما قبلك مفتوح ايه شنو اللي مفتوح نائب كمان يكسر يكسر يعني واضح ما كذا توبة بحين خلوا هذا يعني مكسورة يكسر لا هم يهربوا إلي كذا شلون طيب لكم أما وتي يعني كذا لا وتي لا ينكا قولوا أبدا بل أي في صيغة الأربعة عشر لا هل شو هذا الصيغة يعني كم شو هذا الصيغة ينصر يصر شو هذا الصيغة يعني بل لا هل شو هذا كيا إيه جاءتي هاتي مضموما اي ضم ان لم يكن مضموما حملا على الماضي ويرفع عليه ان كان اجي قوي مضموم بحرف الضالك ها كيف من اذا اكو اكرمه يكرم هالشيء يا اخوي يا كان مضموما كابس ما قبل اخي مفتوحه كان لي فرح يفرح اخوي يا كشيا بس كابس شيء كان ما قبل اخي مفتوحه كان دحرج يدحرج اخوي يا كان مضموم كابس شيء كان وكسول لو انا كخوي ما قبل هيك كم مفتوح ابو سكاي ناكي لا مش حال مبارك كل شيء مضموم بو بس قال لي حال مبارك ناكي ارن شيء ما قلت ما قبل اخي لك مفتوحه كاين طاع صار حالي وي جاء لي راي وقال مثلا عند الزنان نعم صار في كان ابيتي مناقشة ساعة كان او بمطلقي وتي ما كان حرف ضارتي منه مضموما وما قبل عقلي مفتوحا ابدا اجابي وتايا وانيا ويضم ما كان حرف مضارعته منه غير مضموم ويفتح ما لم يكن مفتوحا وانيا طبعا تصكي بعام وتوش تي اخر ريتو ليه براكم الذكر مفتوحا كذا يقولوا مفتوحا وبين جعل الأول مضموما وما قبل الآخر مفتوحا عموما وبين جعل الأول مضموما قبل الآخر مفتوحا عموما من وجه الاجتماع ما فيه يجتمع وافتراق افتراق الأول فيه ينكسر والثاني فيه يكرمه عليك علي مثلا أول مضموم وما قبل آخر شبكة مكسورك لأن ما يعني عموم خصوصي من وجهه يعني هذا كان لفعلك هجابها كوبنا وعني هذا كيش عم بجاجت مثلا بوني من اللي يجتمعوا عصقية هاي يجتمعوا هاي يجتمعوا واحد مباركات مضمومة كين ما قبل آخر مفتوح بدو كما نكدوا عليها وعني يجتمعوا هاي شيء يجتمعوا هذا حالة دقيقة هم نسردوا هم برام لي انكسر ينكسروا وعني ينكسروا على شيء يتكسروا يتكسروا أخيرا شيء يوتا يتكسروا إيه أو تنها ما قبل كيد سكارينا إيش وان وعني إيه خوي ما قبل كيد مفتوحة بس ضم كه يتوالغ والله لا يكرموا يكرم أكرم يكرموا بس ما قبل آخر مفتوحة كيد هذيك حال مباراة كيد سكارينا كيد هو كسرها ابو مفتوح مع كذ ضم مضموم مع النكر ليا مضموم مع كذ مفتوح مع النكر و كابو داري كان بس جادين هو هذيك الشان هذيك الشان بيك وكو ابن وعني و اما اقصيبو كان ممكن من بيشتر يعني كاد قالوا هند فعل هي ما قبل اخر خوي مفتوحه بس كاري ناكل هند فعل هي حرف مبالغه خوي مضمومه بس كاري ناكل قلنا بلاكم؟ أم جعل شيء مفتوحا
ضلع مفتوحين. عدم الضم بالفتح في الضارع الذي هو أثقل من الماضي، ثم الفتح أعم من الحكم، فلا يجد أن النحو يمد مما آخره مدغم فيه، والنحو يصان مما قلبت ما قبل آخره بالألف من المبني للمفعول مع كون ما قبل آخرهما ساكنا، فيكون التعريف غير جامع لأن الفتحة يكون التعريف غير جامع لأن فتحة المنقولة في حكم الثابتة. إيه على بعض الكوتين مفتوحا بايا بايا بوشي ما سوتي مفتوحا تاكل ضمة كان لغا فتحة كارانية إيش كخوي الضمة وانيا ضمنا فتحة معادلية تربنا يعني حاول فيها كم مضمومة كي ضم قرصة فتحة داعني ويشبك أو ضمت هذا سكاته وانيا أول أقصى كابو أو يشبك لي يضربو أها يضربو أقول تاي يضربو ضمو كسا قرصة فيك أول مضمومة كي بو بو هاف سنجي فار سنجي كي فتحة خينا أخير بو يا أسان بي أما وعلي باشو لكم أم جات فتحة عامة وانيا بلاكم أنا فتحة عامة حقيقي بها يا حكمي بها علي بلاكم تأسى كان مد يمدو علي يمدو ديكوا ما قبل أخير لا يخل مفتوحنا كلا أخير تقول تغم كلا وأن كانوا يمددوا وايا يا الله صان يصانو يصا يصانو 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 ما قبل أخير كما سألي فحقوا لي حركة ساكنة وانيا كما قبل في كواني لا مفتوح كلا وانيا هو صانع يصانو أو القبل المضم كلا ما قبل آخرها ساكنة رجع حكمية هذي بلاكم بلا يسكن حالا ساكنة بلا فتحة شو ده سال شيء سال حدي في شيء حريفة كا هاي وصا شو ده سال صادك كا كاول لحكم شيء يا لحكم مفتوح بونا يا رونا وقصة إيه أم جاوتي شي وتي ولا يبنى من اللازم إلا بعد تعديته فعل مضارع مبني للمفعول درسناك لدى فعل لازم وعني فعلك لازم ونك هنا مجهول إسام مرة بلهم يمروناك لدى شكرا لازم أخوي إنا لا يبنى مفعولة ودرسك إسناد ولا مفعول بك ولا يفعل يخوي مفعول بهنيا صحيح حبيبي مبني للمفعول يعني الفعل الذي بني لأن يستند إلى مفعول به فعلك وادع الرجل ويبال الدين ولا مفعول بك إلا شوين فعلك مفعول لك إلا شوين فعلك إذا فعل أخوي لازم يفعل مفعول نبه شوني كنا بلا مجهول بلا مفعول إسناد الدين ولا مفعول به مفعول به نية ويكاوتي ولا يبنى من اللازم فعل مضارع مبني للمفعول دروز ناكري لا فعل لازم أي شيء نبه إلا بعد تعديته لدواي كدنا متعدي نبي هذا بك متعدي جا بك بلا بابنا مجهول فلك كلمة شبه متعدي, متعدي بابا كم ايه جاو كانت شيئا كي كي كان بمتعدي ام بتعدي كنا عامة بحفة جربي كين بقوريني بابا كي ويا بها كامل لما انا يكي بها أسباب إلى أسباب كان يتعدي كيف متعدي كيف متعدي أم ذاك كذب متعدي وكاد بيشي بكم بكم مجهول لكم مررت به وانيا يمر به أم جارا يمر به علي بلاكم شو كم مرة خويك تمان لازمك أو تم رام يمر به ها به جار مجهول ها في محل رفع نائب فاعلة ذهبت روشتم يذهب أروع وانيا وأنا قاعد أتكلم أذهبت به يعني أذهب يذهب 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 به أصح بلاكم رونا خرج نعلم خرج يخرج ولم يخرج ولم يخرج منه يا يخرج به رونا بلاكم جاء قزلجي عليه بعد التعديل بالمعنى العامي قزلجي عليه يعني شي معنى عام يعني كلمة متعدية كعامك شيء معنى أوبيك حرف جر بيني جر معنى فعل كيف ولا اسم يعني بقوريني صيغة كبيرة بابي خده بابي كتر
يعني بلاكم هو جانك كدمة متعددة يعني طبعا يعني ليك تنعمل خاصة بباحة في جرى بس بلا نك خاصة بو جاسو يوسا قضل قرد داكيكا أرشي تعديتو بلا لا تعديتو بالمعنى العام أعمي أعني أعمي جرى معنى الفعل إلى الاسم بلا ولو بلا تغيير الاسم ولو بلا تغيير لا بالمعنى الأخصي أخصي أخصي وإلى لا تصل حكم الباقي كما علم مما مر وليس كذلك قال إن بعد ذلك كان بمتعدي وأم تعدي عامة بهر شكله بمتعدي أبو يحب جرك بمتعدي لو ذكرنا قول إن بسحب جرك يبو إن جرى مجرور يبو يعني يا لشكي قلت لك شو كمان خاصة كيف بك ولم بسبح الفجر أو قالت خاصة بأم تعدي لكن بسبح الفجر دواجني أقول إن دش ما بس حرف جرنيه. هاني برام يعني شرنيه كده متعدي كتنها بحرف جربه. باش برام. دي واعلم. واعلم أنه يدخل على المضارع ما ولا النافيتان ولا يغيران صيغته. 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 إيه أم جات وزن قاعدة كتير ما هي. عشان ده سفير مضارع. شيء ما لقوا لايا. حد كان حد فيشين. هذا كان حرف نفي كشونا سري ولا يغير عن صيغته فورني فعل مضارع كان اقور بس كاي شي ناكن فورما كان ناكن صيغه كان اقور دي براكم ايه ايوان شي كان كان اقور اي شي كان شي كاو عملي لفظي يعني اي شي كان عملي معنوي يعني هي واي ها قصد جي قال انها فيتان اي لمعنى الفعل المضارعي نفي كي كان قصد جي قال داغينا سلام. إيه نفيد عن سؤال شيء. لمعنى الفعل المضارع. يعني كأو أنا بس يكن بس عملك معنويا هي. عملي لفظيا شيء. نية. لا قرداقي على أن فيتان أي المنفي بهما. فهو كما عند فق. بلى. النسبة النفي إليهما مجازية. أما وصار نافيتان لكم ما عند فق وتعني. ده وش يعني شيء ماء مدفوق ايه خوي مثلا الكلام وش يدافي اسم الفاعل تبدا بصفه بو معك دي ما خوي هالقولين دي هالقلاوة دافي غير هالقولين دي شكل سهل القولين وانيه دي كو او خوي هالقولين لا هالقولين را هالقلاوة وانيه قولين دي قلارة وعلي براكم دي كابرة أمو شيء نافي جعنا منفي يعني كابو شيء ما ولا أن منفيتاني يعني بيهما أو ما ولايك فعل مضارع في أن شيء به في أن نفي به وعلي براكم بلام لي ذا تقريبا سكيمة مصاد زوج شكرا ما ولايك أتوانا خوان آلتي نفيا كان في نظارك المنفي بهما ولما عند دافقك حقا معك مدفوقة دافقني وير قياسك يزول بتأويل نبي جينا بيته بس يقول لهم كون معنى مجازك وكو وايا أما كاتب وايا كان أكتان كنا صفت بمضارعك بلين شي ويدخل على المضارع أن نافيتاني فعني فعني براك أقل نافيتان صفت بفعل مضارع أبت مجاز بلاك صفة بوم أولاك كخوشي وايا مجازي تاني أو كاتا ما أولاك أخوان شي نافين باشا ويا قصد 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 جيك راسي قلو تواني قصد جيك وتي أن منافتان اللي معنى فعل مضارعي كأبو صفة بوم أولاك أخوان مجازي تاني نافتان صفة بوم أولاك صفة نيبو مضارعك تاولين وكما أون دافي غواتاني باشا إبراهيم دي برودي ولا يغيران صيغته واتا صورة فعل مضارعك تجنادا شون مضارعك وخي متواني لا يضربوا ما يضربوا لا ينصروا ما ينصروا بوتي دولا يغيران صيغته يعني كهو عملي لفظي بأي شوازي ناك باشا إبراهيم وجزم بعضهم وجزم بعضهم جزمة بلى ليه
ليه بعد شيخ وجزم في ذلك؟ وجزم بعضهم بلا في نحو جئتك كي لا يكون لك علي حجة مما يصلح فيه قبله كي لشبهه بالشرط في وجود معنى السببية. كاوتو لا تشوف عنده معنى جزم خينا سوا جزم بعض جمع معنى كشون دي وقال لك جزم خينا وقال لك لشبهه أولك لشبهه بكين بخبرك معنية الرواب لشبهه بشرط أو قاعدة قوي لكن أبي قاعدة علي وبعش تقول مع عيبين يا أم جايدة شوية برسائي كي مقدر رومانتيكا الله يموت مع مولى نافي وايا صيغي فعل مضارعك ناقورا ديكاكا من نمونه وتوهي المعنى فعل مضارع لو هو يدد واي دعوة فعل مضارعك مزوم كدوه وقلنا هنا جئتك كي لا يكن لك علي حجة من هاتم بلايته تاكو نمين بوتول الاسدوانية كي لا يكن لك البوتول من لسا من شهيش بلقيه ويا هاتم تحيش بلقيه نمينه يساك وابو تاوتا لا يكونو ابوتي لا يكون ولا كده شي كدوا احسن عملي ايه شحفة وما كيمز فرم بركة مزوم كدوا ايه مجتمان لا يغيران صيغته شنو كان؟ شنو كان؟ نعم ايش اللي اقول يا بيتي؟ وي الله بابا كان وجزم بعضهم بلا دي مزم كدني هند لزانايا هند العربيان بل لفظي لا لبني اعن وين لك رجيتك كي لا يكون لك قال اذا هاتم بل لا يفعل ضريعه مزم كدوا مما لو شناني يصلح فيه يكون قبل فيه قبله كي دي لو شواني كان قوجي لفشي لاكو كي دابنين بوشي كدوانا أما مزون كدو لا بلاكا لشبه الشبهي بشرطي كاكا شكا ليلة دامو شي هيا أم فعل مضارع ليلة دامو شابهي بشرطو هيا وهي بلاكا لشي هم شابه شرطو هيا في وجود معنى السببيتي لبقوني شي معنى هو كاريتي كأنه بيشو هو كاربو دواو وهي لبر أوكو معنى شرط الجزائي لهاتوا وهي كافية عمل زوم كدو نربى خدي لا كيا دبل بوني شيء ها دبل بوني معنى كيا كمعنى شيء شرطية كيا سببيته مسببية هي جئتك هاتم ولا يتو بو هاتم كي لا يكون كاو هاتم كهو كارا ودواي لك لاكا رونا وجزم بعضهم يعني كاو جواي سؤالي مقدرية كسقلتو تت أما أولايا نافين وهيش تل سياكا ناقول وعملنا كانت تغتان من منبوين مواني عمله كدوا لا كفعل مضارعين مزوم كدوا أي جلال لو العمى وجزم بعضهم بلا في جئت كي لا يكون لك حجة لو شناني كاقوجين البيشي لا كوانا شي دابنين كي دابنين أما كاكا يعني شبهي بشرط طب خلي خدي لا كنية أم شو أنا معنى شرطي تيا معنى سببيتي تيا دايا أم شو أنا مشابهي بشرطه هيا لما كمعنى سببية بيني بيش بدوا وهي بيش لاكا سبب بدوا لاكا رونا جاء شو قال دايا كذا أنا رشي ما يصلح بأن يكون مع قبله علة لما بعده خارجا ومعلولا له ذهنا ويراد ذلك ولهذا لم يجعل لا هنا للنهي لم يجعل لا هنا فإنه لا يفيد المراد حينئذ هذا الكوتي بما يصلح فيه قبله لا يعني شيء بما يلو شو يعني كما سنقول ما قبلك علتي ما بعدك به خارجا لدرب زين إنسان لدرب زين إنسان وأن ما قبلك علتي ما بعدك به هاتنك الذي سيها نبوني نيشتني حجة كيه وعنية شون خبنا خارجنا وشون خارج يعني خارج زيني إنسان لدى لو كابرا كتو شو مالي كابرا بل بوشي شو مالي عن بوشي
ويبغي لسنة. إيه كابو شو نكب إلا تبوشي بني يشني بغكا. بل. يعني خارج يعني لواقعة. بل. والله ملزيني منها. بل. بعكس سوايا. وانيا بوشي شون. لبربوني حجة كم شون ولا كابرة. وانيا لزينا شيء في شواني رك. في شو معلولة دوا وحلتها. لا لا واقع شو نكع إلا تبوشي بونا يشني حجك والله ملزيني خوما بوني إلا كا حجك سبب وشو نكع من أقصرونا مفهومة شو توزيني خود تو با بيشتر أو بعضي بوناوي بيشتر أقل نزاني يا حجة لساتوية أشويت والله كسا كشويت أواتي إذا بخاتي حجك أنا من يشني حجك توعاتي والله بالعكس وانا دافعي شنو قلت له حجك ابو ايه رونا وقول سكالة وقرزك الى العادي وانا الله بويا هاتم بويا حقق بيته وانا تنسك حقك لانا بويتو ناشي ولاي كابوني حقك لا يتو شو ولاي شنو قلت له وانا سبق شي وبوني حقك كشير الله بويا هاتم بويا حقق بيته يعني حوار هاتنا كذا والله انا عقصي قوم انا في شدة في عكاشيبو قرزك اي شيء قرزك انا وقت وانا عزوي ايش ديبلا ديبلا جالبو يا كاري دا لكن انا كيف نهي شو كان اجل نهي بلا لا الا تمعلو لنا كاينه وي بلاك اقول لي وانا كي نهي بوايا لا تقول لا يكون لك ناقة بمهنه يا مي يرى شو قاعد انا قاعد كذا انا هي علته مع لك نامي انك انما بينه وما زميكا طيب لك لشبهه اي لمشابهته لمشابهته لا حين يريد هذا الشرط في بأداة الشرط ففي الكلام مجازي حذفي مجاز حذفي حذفي ويكون وحينئذ يكون المصدر المجرد بمعنى المزيد اي لايجاد أو المعنى المشابهة الكلام المشتمل على لا بالجملة المشتملة على الشرط والجزاء في وجود إلى فيكون مدخول لا في حكم الجزاء ويجزم به إيه على كوتي بالشبه يعني المشابهة بقول لما المشابهة لا كاو كذا لما رصيدا وابي شيء كراوا المشابهة لا هي بشيء يعني بعدين الشرطة كاو لما رصيدا حذف هي مجازي حذفي تياه كوتي وانيا لشبهه بالشرطي على لا شيء هي ما حذف يعني شيء يعني لمشابهة لا بأداة الشرطي وايا لمشابهة لا بأداة الشرطي كابو بالشرطي بأداتها لبعض بين حرف جر كول بين شرطة كا شيء حذف كلاوة أداة أو كم جاز حذف كلاوة حرف حذف كلاوة والش لكن مشابه بشرطه ونية لكن مشابه بأداة شرطه هي مجازك أمي وانية أم لا مشابه بكيو بياكا بأداة شرطه كو وكو وكو إني لي نقوكو شرطه يخوي لي بي مجازك لي رأي كابولا لم رستاح وابي تالي شبهي بأداة شرطي لا بشرطي نفسه أنا إن شاء الله قاعد أما مجازة لبيني شرطك ولبيني بكاتشي محذوفة أداة أداة حذف كلاو إيه كأبو رصدك شيء تيا كلام مجازي كي حذف تيا مجازي حذف يعني شيء وكو بسأل القرية تا بسأل القرية يعني شيء بسأل الأهل إيه كأبو ليه شيء كلاو مجازي حذف تيا يعني وجم وشيء حذف كلاو شو السؤال القرية ناكلة سؤال لك يا كلي أهل القرية إيه ليش كأبو المشابه لا بشرط ونية بعدات الشرطة رونا أجر وابي وكاتا أم جاني الشبعي أم وش الشبه مصدر وايا كابو كما دام مصدر وش الشبه مثلا بلا مصدر كي مجردة بلا ما معنى مزيد فيه هي وش الشبه كمصدر الشبه معنى مشابهة معنى وش الشبه كبلا مصدر كي مجردة بل مشاري معناه مزيد يعني مشابهتي
لمشابهة له. بالضبط. وايا بو تاكو معناه إيجاد معناه به. بردام. إيجاد يعني بدي هنا. تاكو شيء بدت بيشو يعني بدي هنا مشابهة كيف بدك أيوة. بالضبط. ولأن لبر شيء لبر بدي هنا مشابهة لا بمستوى. كاو كذا هو شيء شبه كمصدر مجردة. بالضبط. معناه مشابهة. معناه مزيد فيه هي. كذا هم مشابهة لا كيف. آه بعد هذا. نشبهها كمشابهة. هل يبراكم؟ ياخذ ديبراكم. إيه. أبي المعنى لمشابهة الكلام المستمد على لا بالجملة المستمدة على الشرط والجزاء. يا ويلي يا تقول والله أم لا أم شبهة معناها مشابهة ومشابهة لا بعدات لا بعدات الشرط. يا ويلي يا كين يلا نخل مشابهة كلام رستيك كشيتيا كلايتيا مشابهي في هذا البرستيك وعدد الشرطي تاعي وقال مشابهي جملة بجملة بو بلا ما مشابه لبيني حرف بحرف رابع جملة بجملة وانيا مشابهي كي بو جملة كلاي تاعي لشي شو لجملة كلاي شرطي تاعي بلا شابه لكم وقال كوابو كلاي لسلا وكو جزا واتاني فيش الاخر وكو شرطة واتاني وشي نقصاني هنقو هناي هم إذا هنالو قادي بشبهي بشرطية بالضبط على الشبه مجرده بيك حرف جر وشرط مجهولة كوا لا مشابهي بشرطه هي بالضبط أمر رسم مجازة كمجازة يا تالي أعداد حذف كلاوة يعني مشابهي وما مشابهي أو كلا مشابهي بين كلاوين رسم رسدها نقل بين حرف بحرفة بالضبط وشبه لابوي معنى كمستقيم نور ريكريتو إيه مشابهة لبين حرف بحرفها هي. إيوني ما قلت مشابهة لا بعد ذلك حرف. إيوه. مشابهة دوائي. إيوه ما جواب تصوير ما قلت ما كمان جازي حذف تياه. يعني مشابهة لا كحرفك. بعد ذلك شرطك إن كحرف أيش. أو مشابهة حرف بحرفه. يعني مشابهة. جملة هي لا كتياه بجملة كذا شرط تياه. ماشي. كاويك او تراوتي جيتوك كي لا يكون ان انا او تراجيتوك كي لا يكون لو تراجيتوك كي لا يكون لك علي حجة كما زوما انك دائما لو جيتوك كي لا يكون فاشا برحمة إيه. تقول لا ينصر لا ينصر ولا راكم إيه. إيه لا ينصراني لا ينصرون إيه لا تنصروا لا تنصراني لا ينصرنا لا تنصروا لا تنصراني لا تنصرونا لا تنصرينا لا تنصراني لا تنصرنا لا أنصروا لا ننصروا أنجا ما كشف وما ينصروا ما ينصراني ما ينصرونا إيه لا ينصروا عن شيء يعني يا متي نادى أي ما ينصروا عن شيء أو دون فرق يا متي نادى أنا ما ينصروا فرق يعني لا ينصروا ما ينصروا جم فرق الخير أجمع معك لا كبو إستاء بعض إستاء نفيكا إيه لا ينصروا إستاء متي نادا ما ينصروا هاو كارينا كا إستاء داعتو باشا برام باشا إيه إلا على بوشي بي لا قصدي على بوشي لا يبيش قصد بس أنا يقول ما ينصروا دواعي جبلا لا ينصروا لأنه كان ما أصلت نوني بلا هنا يا ولد. قدم. رجع قصد جيف. قدم لا. لاتباع الأصل. تأمل. والأصل أظهر ما خفي. أظهر ما خفي. خفي. إيه. أنا بقولي بعدي لا. لا قدم لا لاتباع الأصل. لا يخرج بس شو نقولني أصل أصل كامل. تصيف زنجانية أصلي أم تصيف زنجانية لا يبقى كدوها أم دلشيا تيجي براكم لما خاطي اتباعي أصلك كزنجانية كيا بويا كاشي كير أمي قول بويا كير إيه تبروشا كوزجيكا هذا كيكا حاجة مرونيكي تقولوا لا ينصروا
أنسب تقديم مثال الأنسب الأنسب تقديم مثال ما لأنها لنفي الحال ولا لنفي الاستقبال لا ينصروا يعني إذا مدوا يمتين عدا بس ما ينصروا إستا يمتين عدا ده قوي ساقون جاوت تشيبوا أبا يعني مني ما يكش خصات ونعم بنا في إستا لا بنا في استقبال وداهاتوا أي بوا يكدوا وكأنه قدم مثال الله إظهارا لما خفي من كونها للنفي سوكا بويا قال برو صوت كذا وأصلا أما يبون في نية أما يبون في نية لا يبون في نية حتى أنا أبو شيء هاتو بني هاتو أبو أنا هاتو أما بنا في بيت لمعنى إظهارا لما خفي من كونها للنفي وأبويك وتبع للزنجاني أصلك الزنجانية والأصل أظهر ما خفي والأصل أظهر ما خفي أصل شيء يظهر ما خفي أوي كوارس الخوي شعر أوي كلاب ونفي به يظهر سوى يظهرك كوالاب ونفي قوم نمونه كأوي كلا كشف خذ ودوش كشف خذ كمان لبر اتباعي الزنجانية كا دوهم يعني لبر أوي أو شعر أوي كهيد لا كبونا في نيا بني هاتو بزوري ودني خاك بونا في جاتو بيك الشخص تو يعني بونا يشو نفيشا إيه لا بونا يشنا هاتو لا تظلم حتى لا عندي نحو حل لأن لسه في علم بلا بوز بونا هي بونا في نية هني واسع وإيه بيسا منك بونا في جدي وكون منك بيك الشخص تو يعني كابو لا بمعنى نفي بيه خفية ظاهر لشي عاية لنا هي عاية يعني شي يعني بكو تكيد لا يزان يعني كلا ناس راوة لفعلا بنا هي ناس راوة بنا فينا ناس راوة بويا خفية واضحة يعني لا بنا في هاتفين الناس باني عربية خفية بويا نمكي بنا يتوانا انت او خفية اشكر عبك كاو دوش الفاكتر بوبو بيخصي كما انتباعي اصلا كزنجانية دو هم يعني اصاري نفيبوني لا كلا هندك شيا شعراوة ايه يعني أصل بابا معنى نوني ما فيش كوتا شو ما بني في حالة لا بو يستقبالة قال لا ينصروا يعني أمتين هذا هذا موضوع لا ما ينصروا إستا أمتين هذا وأبراكم إيه ده برودي وأنا أدخل عليه الجازم فيحذف حركة الواحد ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة لأن فيها علامة الرفع كالضمة في الواحد لا من الجمع المؤنث فإنه ضمير كواوي جمع المذكر فتثبت أبدا إيه أم جارسانا أشهد أسر فعل مضارع دي ثان تشيش أسي فتيك بيلان جازم أو مولا ما أنزاني كيش عملي قناع كنتان ها بز لفظ غير من معنى كأقورن عملي معنى عملي لفظيان مية بلا من بزانا أشهد أسر فعل مضارع دي ثان تشيش جازم جازم تشيه إيه جازم تشيه مجزوم فعل مضارع كاشي كان مجزوم كما زين سكوني في هذا هاري ولا كم انا كاو بقول لفظ كاشي غير معناه شي راك وراه تو عمل لك عم جازي معنا اما معنى عملي لفظي انا يا كلام الدنيا حركه كوتايا كيتي وروا معنا كاشي شي كان اكبر جاكاوي جازم قد داخل شي جازم حرف كلهم ولما يا اسم يقول معنا حاجتك واني شرطي ومتاع انا متاومن هل شيء جازم به دوزي توا حرك ولا ملما يا اسم ولا خوغري معنى اني شرطيه بنكم متاومن هل جازما كشو نسال في المضارع شيء كان يراكم فيحذف يا فيحذف يا فيحذف ومي ربي فيحذف حركة الواحد يكم شيء كان حركة مفردك لعبا أو زوزيني كسر مفردك هي لعبا شيء دي جلابن نوني تسنية جلابن نوني جامع مذكركش لابن نوني مخاطب الناس يقدانا أو جلابن باشا كده يسكرنا هال كارين تنصروا يا ينصر ولا لم ينصر شكل حركة مفردك لابن ينصروا تقول ضمه ضمه شيء ذيك ولا لم ينصر ينصراني لن ينصرا ينصرون لن ينصروا تنصرين
لم تنصري واضحة بلاكم بو هذه لاك جازين شو سلفي مضارع حركين مفردك شو نوني تسنيك شو نوني جامع مذكرك شو نوني مفردي مخاطب مؤنث جلابة رأي لأنها فيها شنك لأنها أن باس كراونا كحركة واحد ونونك ونوني مخانونك يا تيجي شو بلاكم يعني أما ذكرات عنا بأنها ويتالي أنهما دوش تقل حركة واحد نونك نون وجا نوني تسنية يا نوني جمع يا نوني واحد مخاطبة وايا يعني ويتالي أنهما لأن الحركة والنون يا نوني جمع نا حركة حركة لأن حركة حركة والنون وجا نونك متقلة شو نكاها وايا يا لأنها شك أم حركة واحد أم نوني تسنية أم نوني جمع أم نوني واحدة وايا فيها ديرا كم لم شفنا ندا لواحد مخاطبه دبلا كم لتسنية ياو جمع مذكره لحركة ذا مفردك يا شين علامة الرفع أما أنا نشاني رفعت كالضمة في الواحد أقول شون ضمك ذا مفردك يا نشاني رفع يا أما أنا لم تسنية كل جمعة كل واحدة كان نشاني رفع سينصروا ضمك نشاني رفعني كاوي ينصرانيش منك نشاني رفع ينصرونا منك نشاني رفع تنصرينا منك نشاني رفعية فقلت شو الضمي ينصروا نشاني رفعية هذي بلاكم كما دام نشاني رفع بون فقلت شو حركة مفردك حذف بي نونكش آواء بي شي بي حذف بي هنا مقسم ايه دي بلاكم بلان لا نونجي جمعي مؤنسي ده نوني شيء مش حذف ناكله نوني جمع مؤنث جاب شكل سرساقة فو أيو تود نوني جمع مذكر شو نوني تسنية شو نوني واحدة أيوة نوني ينصرنا حذف نابه نبرو فإنه ضمير كواوي جمع مذكر نوني جمع مؤنث وكواوي جمع مذكر وعتانية راناوة فاعلة فتثبت أبدا أبدا ما شيء به جازين شيء أنا عصبي عن شيء جالسين هناك أبو خيمة تجوك واو كبا تاني أقل لابلين فعيلك نامينة قلتون لي ينصروا واو كحزبنا به قال لي لن ينصروا وقلتون لي ينصراني أدي فكحزبنا شكو فاعلة قال لن ينصرا ناجد شيء قال لي فكحزبك شكو إنشاني فاعل إيه لا هنا عليهم لا قد قال ذلك حركة الواحد أي الفعل مجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمؤنث المخاطب بقرينة المقابلة فيشمل إيه؟ المتكلمين والغائب والغائبة والمخاطب مفرداته فلا يرد أنه إن أريد به معناه حقي لم يشمل الغائبة أي الجنس ولو مؤنثا شمل شمل الواحد المخاطبة وعلى التقدير تقديرين لم يدخل فيه المتكلم فيه المتكلم مع الغير إيه؟ بقى أنه بقي أنه ينبغي تخصيص الكلام بغير ناقص بل لأن المحذوف فيه حرف لا حركة عليك وقت ما حركة واحد مثلا بحركة واحد كي يعني فعلك مجرد لشيء مجرد لضمير باريس وحركة واحد يعني شيء يعني أوفي عليك واجية كمجرد شيء ضمير باريس بيوانية أقف لك الضمير باريس بيو كاتا شيء ضمير باريس كوكو مروانية ضغي ضمير باريس مرفوعي فيه وقالت يا تسنية يا جمع مذكرة يا مخاطب مؤنثة وايا كأو حركة واحد يعني شيء يعني أوفي عليك وا روتا لرانا ويكي مرفوع باريس وكو ينصورك وكو يضربو علي براكم بلام هل كاد فعل مضارعك الضمير كي باريس مرفوع بيو أبو وكاتي يا ضمير باريس يعني شيء يا تسنية يا ويجا مع مذكرة يا يعني مخاطر مؤنثة ورونا بلام ويك اوتي كواب كتي حركه واحد يعني فعل شيء مجرى عن ضمير بارز مرفوع باول باش راكم بس يا ثاني وايه لقرينه المقابله
بقي شيء بقي لانو نجان مؤنث يا تي لانو نجان بقيني مقابله كذاني من كاو مسي في امانه او كوتي حركه واحد وانيا كاو زي حركه واحد يعني شيء نون جاء تسنيه ونون جاء مذكر ونون جاء مؤنث وانا كاو ضمير جوه الكاو لا مقابل حركه واحده شيء هنا نون تسنيه هنا نون جاء مذكر هنا نون شيء هنا نون مخاطب مؤنث هنا نون جاء مذكر مؤنث هنا كاو تيجا شيء يعني حركه مفرد او فعل يعني كاو ضمير بارز مفعول بيو نبي هنا ده براكم او كذا كما دام معايا ام حركه واحده عامه متكلم به غائب به غائبه به مخاطب به هم يقدر ثواني وهذا مفرد به وانيا يضرب وغائبه تضرب ومخاطبه اضرب متكلم نضرب ومع الغير هم ينشبوا هم يبركون غلام شو سي جازم على لم يضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب واضح ابراكم كاوي كاوتي ام كوت ما حركه واحد يعني فعلك مجرد ام ضميري بارز مرفوع كاو هاد متكلمه كاو متكلمين متكلم مع غير متكلم واحد بركوت غايب مذكر وغايب مؤنث بركوت مخاطب يش بركوت مخاطب مذكر ايش والله مشات المفردات بن يعني شيء بين الكاوي الضميري بين الكاوي هاري براكم ايه ديرك ابو سكرت اجوابي وكذا اخر مخنات سلام قبل ما صام بمعنى حقيقي كيف حركه واحد وانيا بل يوم اصبح حركه واحد معنى حقيقي معنى حقيقي شيء بني او زميلك بايز لسدي ها الضمير بارز هي يا قربان نعم حركة واحدة يقول حركة واحدة أقول اسمع بام هنا بام حركة الواحدة باشا معناها حقيقي كيف يا وانيا واحد مذكر أم مذكرانية مذكر إيه أقول اسمع حركة واحدة يعني احتنها حركة مفردي مذكرة كيف كابو غايب برناك غايب مؤنث شو واحدة أو واحدتنا واحدني ديك سكت ديك أشتي أقل بس واحد ما أنا حقا تغير كالشي أقل حركة مفردة كي مذكر بيه كابو غايب مؤنث برناك قبض ما نشوف فقيرة واحدة وانيا كابو واحد أو نيا مذكر بيه يعني فعلي كي مجرد شي ضبيلي باريس رونا تجسي ايه لم يشمل الغايبة او ان يريد به الجنس ده اجا مثلا في شيء به جنسي واحد به كان حركة واحدة حركة جنسي واحد او كان شيء شمول هناك ده رقم يعني بالله جنسي واحد با مؤنث يشبه او شاملا واحدا مخاطبة شي بركة وكاتا؟ واحد مخاطب ايش بركة به؟ نايم مثلا في جنس به؟ بل يعني جنسي واحد هل شي واحد به؟ كاو شي بركة ومفرد مؤنث مخاطب كاو منك ايش بركة به؟ يعني شي اجر واحدة دلم كاتا كاو قونونش ان شاء الله كي بنونة وانيا كشي تو داخلي شي داخلي واحدة كابتو كاو ايه كان جنسي واحد كتولى جنسي واحد جنسي واحد كيف كيبتو عني؟ واحد مذكر به واحد مؤنث به مفرد غايب به يا مخاطبة كي به دي واحد مخاطب تضريبيني بلا كي به تضريبيني واحد مخاطبني مش ايه ايش مخاطب واحد نية ايش بلا كي كابي ايش بحس في حركة به عرابة كي وانيا دلك هكا واحد عنده تيش عنده تقدير وناقلين وعلى التقديرين لم يدخل فيه متكلم مع الخيري هكا من كان تابع متكلم مع الغير شو كلا واحد نية مع الغيرة وأنيا شبه جنس معناه كين شبه واحد مذكر معناه كين متكلم مع الغيرة برناك شو متكلم مع الغير فقيرة لقى الغيرة هاي متكلم واحدة هوني مفرد نية وأنيا واحد نية بكوت يكين مع الغيرة كابوك سكر هذا وابي ناسين هكين أي شيء باشا
بلين حركة الفعل واحد يعني فعل مجرد عن ضمير بارز مرفوع أهواء ورز قاري بيدي شيلة بيشكالانا دي راكم دالا قضل جكاها جوانا القضل بيك نموتو الواحد أي الواو الواحدة آه بويلة تينا شيء وشيء واحد نزلتنا عن مذكر يعني واحد واحدش وي كمان غايب مذكر ايش بك غايب ما نزل بك كمان دايبرا فانه ضمير كواب جمع مذكر فتثبت فتقول لم ينصر لم ينصر لم ينصر لم ينصروا لم ينصروا ومفرد كي شكرا وحذف على كلا لم ينصرا حذف لم ينصروا حذف نون في تيجي شو يا عمي شي كراوة حذف كراوة جاري هذا لقصد جكالتي كالضمة فتحذف مثلها أخواله كالضمة خلو كالضمة جاري لو قال ذاك شي كتير شيوت وتي أم باسي حذف حركة واحد وانك جاز نسوي بخاص كان بس يعني بغير فعلي معتبر اللام هو اجا في رقم معتبر اللام قدر لما معتبر اللام اكو حاس في حركه ناقه حاس في حرف جاك يعني يرمي سال يرميها ليغزوها اجا لان سلسل ان شاء الله يغزو واقف حذفه وايا كابو قال ان فتحذف فيحذف فيها فيحذف حركه واحده يعني اشكال ان كانت فعله غير ناقصه أجمع معتبر اللام نبي أجمع معتبر اللام بو هو حس في حرف كذا كذا حس في أكله كذا يقول هذا شيء السري هو أني أشوف أشياء طبعا شيء السري وأنا شيء حس في حركة ناقة حس في حرف كذا حرف كذا وأني يقول المعتلات معتبر اللام بالله جمع معتبر اللام يعني جازم لو بقولي حس في حرف كذا إيش يا لم يرمي ويرمي بياوي والله لم يرمي لك سلمة طبعا يا كحذف به لم ترمي ايه ده ام ذا كيف تثبت متفرع عن قوله لا نونو لا عن قوله كواي جمعي الان فتثبت بكيه شتوانه لا نيجو فقط فتثبت ابدا بكيه رواته كيف تثبت ابدا نون جمع مؤنث كن واو جمع مذكر كا وانيا فتثبت النون ابدا كابول انه او شيء فتثبت تفرع عليك وكاد لانك وان مثلا قيد بواو جمع مذكر كا دي رايكم بو شو كوا جمع مذكر جاي واي حذف كده بل ترى شيء دي حذف كده اغزو وانيا اغزونا كلمة توقيت شو بس فعلي مضارع كجمع به بلى قال فعلي عمل به كجمع به حسي واو كشك ايضا اغزونا بلى وني واو كجمع كحذف كلاوة بلى طول فتثبتوا ابدا يقول واو وطاليات استعبد نهو كاكم وصلا في لانو نكي نقوى وكا واو كازاني حذف به حالي براكم ام جعلتي وجاء ألم يأتيك غير مجزومين ذي بلاكم وكأن لم سوى أهل من وشيت وهلو أما مفصولا لضرورة الشعري أم جعل باشا تونا نقول لك هاتو جازم شو سلف فعل مضارع حسف حركة مفردك يا كاغت نون تسنيم وحسف نونك قد جمع بو حسف نونك أقل مفرد مخاطر بو حسف نونك طبعا نود دمنا ونبو جناب تهين وانا لم شو سلف فعل مضارع حاس فيه شيء نكدوا حريب لك مو كشينا من كامعان وجاء هاتوا ألم يأتيك غير مزوم ها ألم يأتيك نعم وبيك حزنك رأى وتدي ألم يأتيك أبغى أشوف خلنا تقول ألم يأتيك بكسيت يا كبوايا كشي ساشي لك رأى وجاء ألم يأتيك غير مزوم ديب لك هاتوا وشيء ألم يأتيك بشي ببيعي كمان مزوم ببيعي إيه وصل واضح حبراكم شركة طاوكي على الأول أنباء تنبي بما لا قلبون بني زيادي إيه
رأيك هوالا كان شيء ابن والأنباء تنبي تنمي هوالا كان شيء ابن زور ابن بما لا قد لبونو زياد بني زيادين بو حالي كما شي بوا كتوشي مشتركاني بني زياد بون الله ألم أن ألم يأتيك والأنباء تنبي تنمي بما لا قد لبونو بأشعرك عواليته ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لا قد لبونو بني زيادي يعني شي أعبتونا هاتوا هوال كن نقشتوا هوال كحال ويا هوالا كان زورن بو حالي كواتو شي شي بو استكاني بني زياد بوا سما سبحانه رات شي يلا سو شي ألم يأتيك يا ديرا أم شاعر هاتوا لن سري أتيك شو كشي مزومي شينا كدوا أما يجي لا نكانيا نميت وين وانا وايا وكأن لمسك وكأن لم سوى أهل من الوحوش توهلوا أها كأن لم سوى أهل من الوحوش توهلوا يساو شيء توهلوا ك لما كش هذا سري يعني كأن لم توهل كشي مزونة ولا يشاء وكوايا جيجل جماعتك لوحش هيك كسيت اللي بيعاجينا هو نجياوا هيك كسيت اللي بيعاجينا هو نجياوا جاء توشك اللي جاء لم يأتيك ها وجاء على الأسباني عربية لم يأتيك هاتو مزوم نكراوا ومزوم نكراوا لبا خاتي الشعر شعر طالبين عن شيبكين يأتيك أبو عيب خوين وجاء ألم يأتيك والله أبو يشعرك هين نبي لن نبي نعساد شي كدوه يا كحزنة كدوه نعبو تها ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لا قد لبون بني زيادي كي أقبو تها ألم يأتيك والأنباء تنمي شعرك لك بما لا قد توزي جينا أبو والله ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لا قد لبون بني زيادي ها شعرك لن نابي رونا و رونا خلدانيا ايه كاغريان برسي اما بوشي اما وايلي هاتو الان بابا من اسبانيا عربيه هاتو لبس شعره يا شعر صوتي الشعري وايلي كدوا كابرا مزومين كان و مزوم بوايا باشا هندك تريش هندك تري العرب دا الين هند لغت هي بلم فعل مبالغ الحات وحمات البوم مزومين أهلاً حسيان حركنا حسي حركة كراو حسيان كراو هني قلنا مزومة ألم يأتي يأتيك يا كم مكسوينة ساكن بوا بلا حسي أكنا كراو شو لغتك هي العربة لما عتل اللام حسي حرف كنا أخيرا كنا كبا بلا مكان أقول جلس أقول لغة تبي أما بويك ألم يأتيك إخوان راوتو ألم يأتيك صراحة حريب يقولون يعني أول شيء كذا والله مكان والله الشخص يقوم عبير كيف نسأو روشن كحس في حرف أخي أخي لك إلا جزمة حس فكرة دواء لم يأتيك إلا إذا حزب نكرة ألو خادي شيء مزوم نكرة ألو خادي جودي شعرك إيه نعم جاو والله ما قلت لي أي تقول شيء كذا كأن لم سوى أهل من الوحوش توهلوا هو أي أنظر ودي شعر أي أميان ليه بلاكم ليه كأن لم سوى وكوا جيجل خلق جماعة لوحش هيش كاسد اللي بها نشيع به فأصبحت مغانيها قفار رسومها شركة أول كي أويا فأصبحت مغانيها قفار رسومها كأن لم سوى أهل من الوحوش توهلوا ده بلعكم يعني ويلا ها شوينة كان يعني مغاني جمعي مغنايا مغنايا جمعنا شوينة جيجي كمثلا كادي يقول خلقي تيابو به بلا مغنا يعني شلون دولمنا بخلق عودان وكواك عودان يكي وشي قفارا وبشلون كي شي روطلا لكن رسومها يعني شلون كي هيج اسريخ بو بشلون كي روطلي دشتاي هيج شلون خانو كي انا ما وكواك او شلون هيج كاس يك وحش زياتر كاستي انا شعبه لكم ولا وحش زياتر كاستي انا حيوان انت يا شعبه تقول الحيوانات هي إنسان كتير نجابة عندي كم مثلاً كشان صلعة ودان بوا إذا هو بقفار رسومها ده لكن قفار يعني شيء
يعني دستك الروطلا كيش جيا وآي تيانا ما به رسومي زين رسم يعني شويني ما لكانش بأرزونا معه بل دي براكم دي أسأل إذا بوشي أما إذا حزب أم لما نيتواني توهي المزمكا على مفصولا شي بوا فصل هاي فصل كلا ولا بين لما كل بين شافي على كاه يعني كأن خوي بعدها بوتها وكأن لم تهيل سوى آل من الوحوش وهاشي بوتها كأن لم تهيل باش بوعي لهاتوا كاك بوي شعركي إذا قافي كان انت لاريك هادو تهيلو يخذ أخيرا كأن لم سوى أهل من الوحوش تهيلو قولنا براكم أما مفصولا هاتوا فصل لبين مزوم ولبين جازم كاك كوتوا لبلشي لضرورة الشعري لبلشي لبلنا شعري شعري حالي براكم قلت كأن لم تهيل سوى أهل من الوحوش وواي بوتايا بل ولا برام إيه جاء أمر ضرورة الشعرية أما فصولة نعمة ها خاصة بمش الشعرية دوهم يعني هو قصير ضرورة الشعرك أما علتها بها دنونك بوشي ألم يأتيك هاتو غير مزومة أما بوزرورة بوشي لدرع فصل كوتوا هدو كاني ضرورة الشعرية بونا براكم أم لامك بعلت بها دو شوينك قولنا برام إيه ويجوز حذف المزوم بعد لم سمع عنه وبعد لما قياسا أم جعلت وبزانا أتواني شيء كين حسي شيء كين حسي المزوم كين مزوم يعني شيء يعني فعل مضارع كان لا دواي كي ولا دواي لما ولا سمع العرب بسلا ولا دواي لما وحسي فعل مضارع كان كده هو مزومي لا دواي لما شو قياسا عارف لكن دواي لما وش هي سمع لدوي لموك يا أوي كان لدوي لموانه سمعي يعني كانوا خاصة بشيء بشعر بضربته ضربتي على دي ضربتي شعرية وأنا دي وأنا كواق على قياسه كذا قرينا يعني تواني بيكين هنا براكم عشوق الرغيف من الأول شيء قالوا سمعا وهو مختص بالضرورة كود سمعا كانوا خاصة بشيء ضربتي ناشارية بخلاف حس مزوم اللمع فإنه مضطرد عند وجود قرينة دالة عليه والله ما فيش معنى مزوم للمعك أو قوسيها شتيك بزولة حركات بلقاها ولا سريعة تواني حس فيك حالي براكم قولوا قياسا قولوا قياسا أي عند قرينتين وانفراد بذلك لما عن لم لتركيبها تركبها من لم ومع فكان مع عوض عوض المحذوف ولأن المثبتان مثبت المقام مثبت مقابل له وهو قد فعل يجوز أن يقتصر فيه على قد قولي وكان قد الله بوشي ودي قياسا كذلك قرينها بوشي لما لم جابه تواني شاكاشوك لما لم لماش في قاتوا لم لما وعنية بلى لتركبها من لم وما وعن اللم لما في قاتوا كأو ما كان عوضي شيء وكان عوضي محذوف كه وعد عن راو يا علين دبلاكم لأن المثبتة المقابلة له دبلاكم وهو قد فعل يجوز أن يتصل فيه على قد الله كاكا شونك أويك مقابل لما مقابل لما شيء كادك مثلا اشتك كبأب لما وتلما لما يدخل وانيا يعني قد دخل الله لمقابل المنفي بلا ما لمقابل مثبت بلا ما شيء قد فعل يعني قد فعل قد خرج قد كتب وانيا طلعوا لما يكتب والله شيء دعائي لك قد كتب صحيح حالين أبوي إذا كاد كتوش تب لما نفي كي شتبا شيء وكيف لما أرن شيء باش الشيء لما نفي كتو لم يدخل فاش ما يقول شيء فاش ما هيك قد دخل شو أجول طلع إيش أنا شو أجول سارو هاي أنا شو أجول دواري بس أنا كأجيب شو قد دخل قربان علي أوي كمثبت بلا ما لدوايا شيء درسية قد فعل درسية قد دخل وانيا
ديجا رواية قديش ما تقول لك حظ فكري قد كان سكي قد كان قد يعني قد فعل كان قد يعني خرج ديك أبو أم لما نقول كوكو قد كي لي هاتوا هذا مسكة حليبي شو تقول لما توقع انتظاري تيا كمن في بلما أبو من في بلما أبو شي تيا توقع انتظاري يعني إذا نشتك صلى صر ودا بس شاوري شي بقى كروبا كرويدا شو تعبير يا كي بقد فعله ايه كاوو قد فعله واتعنى بس قل اقسم مبني ولا ساش فرميل لتركو بهما لم لقل على بوشي لا بوشي لما لم جابوا يواني حسي ما حذف لما قياسا لما سماحة بولي رالي جابوا نقول لهم الوالي قاموا جزما هذي كمان في استقبالا ماضي وانيا اي بوشي لرا لم لما جابوا يوا اخوات تركيبة كان جوازا قلنا ها خوي لم وشيك يسرخوني لما يسرخوني بابا 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 لما دومي بابا 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 لم بابا 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 لما بابا 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 كان عوضي محذوفة بابا لما بابا 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 قالوا لما هو سيفيد بيتك اللي لم جاء زيادة أو ما زيادة عيوزي معزوفك يا وارين يا لنخي المقابلي لما كسابت بودوا إلى أخيرا فقد فعل تعبيرك يا تو كقد فعلك ولا قد شاجاري ولا شي حرفك ليه كذا كان من قد كد قانا قد كابو أم لما أبو قد واتاني وشون لقد أفضل لك حرفك ليه لما شاتوين حرفكين بلان مثبت بلم وانيه كتولى لم يضرب ناري قد ضربه خلينا داوى هرنفيه بلان لنا ما نتكبر دوامنيه اثبات به رونك سكن ايه دبره دي نحو احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الإغارة ان وصلت وان لم ايه بباريزا دولاكم او ودي عي او دان راوي كوا استودعتها كم لا تدام ناوا دولاك الروجي شي الروجي طالانيا كيا بقات يا نقات بي بارز اذا ان وصلت يا يعني ان وصلت وان لم ان وصلت في عندو باشتر ان وصلت وان لم وانيا بي بارز او ودي او دان راوي كم لا تدام ناوا لروجي طالاني في باريزا بقيت لام يا نقيت لام علي الرقم ايه بينجي خوينا معنى احفظ وديعتك التي وديعتك التي استودعتها يوم الإغارة إن وصلت وإن لم تصل يا احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الإغارة إن وصلت وإن لم أصل اللهم فرمي احفظ وديعتك التي استودعتها 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 في عقلي انت او كانت مع بلا مجهولة استودعتها كانت بلا مجهولة اي شرح من ريتو يعني ببالي اذا اول دعائي كتوشي استودعتها داواي يعني داواي دانان لاي توكراوا هاري براكم لروجي طالان كدنا كيا جام بقيت يا نقيت بقينت يا نقيني بقم يا نقم فاشا بعبين انتو عني معنى كي سألني من كان بوشي بو إن لما كي كواني المزلوم إن لما كي يعني إن لم تصل بانش قيت حبيب عليزة إن وصلت وإن لم تصل وقاعد أبو مخاطبة كابو علي براكم إيه وندم زيد ولما زيد فشي ما بلان بخواس في استودين أبو إكوا ما زمي لما كان لما ينفعه الندم فشي ما نسودي بينا كان
ولا شيء كراوة دوين لما يكون فعل حضرت كراوة كي ينفعه هو ولما ينفعه ندمه فان أكريبو أن كاتك أقول لما ليت سكوت لا قصي خود بكي شون قبل ندم زيد ولما طاقت الأجي ولما ينفعه الندم شو معروف هوا أزعني كنديمي ولا أنسي ولما تقول بخذ من كل كعب أخوان في هوا هذا برام أما طا أما شيء تبكى ولا كل إخوان سوى نالين إيه جاء لتشول سقر داقيكا أخوان شري احفظ بصيغة الخطابي مخاطب به ودي عكش هل مخاطب استودية تعال بصيغة المجهول بخيانه كما في العيني وبتعال الخطابي ويمكن أن يقرأ معلوما مع ضم التاء أي استودعتها إياك ومن دعمنا ومن خير المعاني وكذا بفتحية ومن خير توعني إن كان أحفظه بصيغة المتكلم ويوم ضفه يحفظ أو استودعتها يعني استودعتها أو قد كعبا ستشوى قراءة كتير احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الإغارة إن وصلت وإن لم تصل أو كذا ما كانوا يأحفظ وديعتك التي استودعتها استودعتها أحفظ وديعتك التي استودعتها يوم الإغارة إن وصلت يعني وصلت وإن لم تصل أبارزم وديعيك تولاي من دان ناوى لروجي طوانيك بيت يعني هذي أبارزم أو خير ما بيسيب استودعتها خير دعاني بان احفظ وديعتك التي استودعتها بفارز أو وديعي أو توكم لا تودام ناوى لروجي غالا إن وصلت وإن لم تصل بقيت منزل يعني قيت منزل هذه فارزة باش أقول لكم أستودي فين خير باي بصيغي مجهول بصيغي فعلت وأنا في خير دو كشيء تاني إحنا رابوسين رحمة الله علينا ميمو لك فربو